قلبي جامد ومتهوره لو انا اللي سايقه، لكن لو حد جنبي ببقى قلقانه. قعدت في الاول 3 سنين بشتغل من غير ما اخد ولا جنيه، بس ما بردش، لا ما بحبش اضايق حد حتى لو حد ضايقني. بحب الاعلانات قوي وبحب الميديا عامه. ايه منوراني النهارده في طاقتي، ربنا يخليكي منوره. مني بقى عن حضورك النهارده، كلنا عاملين متحمسين ايه اللي هيحصل في 19. والله انا كمان متحمسه جدا على فكره، انا جايه مش متوقعه اي حاجه فاهمه، فانا بصراحه انبهرت جدا بكل حاجه ولسه عايزه ادخل اكتر اعرف الدنيا هنا ايه، لان انا بصراحه بحب قوي الاجواء دي. يعني بتحب العربيه؟ بحبها بس مش بفهم فيها، ما تسالنيش ما اعرفش، مش عارفه يعني مش بعرف فيها، بس بحب شكل العربيات، بس ما تسالنيش دي ايه يعني لسه بتعلم. اول مره جبت عربيه كانت حلو السؤال، حلو السؤال. ده كان من 4 سنين، وده كان بعد بقى على تحويش كتير 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 من مجهودي، وكنت فرحانه بيها قوي، كنت حاسه انها حاجه كبيره قوي رغم ان هي عربيه عاديه جدا، بس ستيل بحبها قوي يعني. لا عارفاها طبعا، عارفه نيسان. لا ما تقوليش كده. لا ما تسخرناش، عربيتي برضه عارفاها يعني. ليه قلبي جامد في السواقه ولا بتقلق؟ قلبي جامد ومتهوره لو انا اللي سايقه، لكن لو حد جنبي ببقى قلقانه، لكن انا اصلا عارفه نفسي، عارفه حدودي، لكن لو حد جنبي ببقى مخضوضه جدا. يعني ممكن اغمض عيني، مش عايزه ابص، مش عايزه اركز. ايه قولي لي، قبل السوشيال ميديا كنت بتعملي ايه؟ كنت في الجامعه، انا اصلا دكتوره تغذيه علاجيه، فانا اوريدي دراستي كانت علوم، فكنت حد في الجامعه كنت بحب التمثيل، فبدرس في مسرح التمثيل يعني كده كهوايه، بنطلع مسرحيات وكده، وحياتي كانت مقفوله جدا. فجاه بعد السوشيال ميديا لقيت نفسي حد كل ما يدخل مطعم الناس بتبص له، مش عارفه اخد راحتي، مش عارفه اشمر واكل وكده فاهمه، فبقيت ان انا كل حاجه لازم اخد بالي كويس جدا يعني وانا بعملها. اكتر رد فعل او حد ضايقك وانت مثلا في مكان عام كان لا كتير، بس مثلا في بلوجر صاحبتنا اسمها مروه حسن، فواحده وانا في مكان قالت لي انا بحبك قوي، ازيك يا مروه حسن عامله ايه؟ ضحكت طبعا جدا وصورت معاها لاني مروه حسن، بس ده موقف كان بيضحك. بس مواقف محرجه بيحصل، بس انا مش بحب افتكرها، يعني بنسى بسرعه، مش بحب اركز فيها. قولي لي بعد السوشيال ميديا والناس، انت كنت بتشتغلي على السوشيال ميديا فتره، قعدتي قد ايه لحد ما الناس بدات تعرفك بيها؟ قعدت في الاول 3 سنين بشتغل من غير ما اخد ولا جنيه، يعني كنت بشتغل كده كله بصرف على نفسي عشان احاول الناس تعرفني واظهر اكتر، لحد ما بعدها بدات انطلق بقى يعني في السنين الاخيره دي، الحمد لله ربنا فتح علينا الحمد لله. ليه اتضايقتي لما الناس بدات تعرفك بعد فيديو تامر حسني؟ لا ما ضايقتش ليه طبعا، لا خالص بالعكس، اصلا بحب تامر فيعني عرفوني من خلاله، فهحب طبعا كده، مش هتضايق. لا طيب، على السوشيال ميديا دايما بيبقى فيه ردود افعال حلوه وردود افعال مش حلوه، بتردي عليها ولا ما بتحبيش انت تتكلمي عليها؟ لا بحاول اكتم غيظي في بعض الاوقات، بس ساعات غصب عني ببقى متضايقه، بس ما بردش، لا ما بحبش اضايق حد حتى لو حد ضايقني، ما بحبش اضايق حد. لا كتير، يا في الاول كان ممكن اقعد اعيط واقف على نفس الاوضه وكده، بس لا دلوقتي خلاص بقيت بحاول ابقى اهدى وابقى فاهمه ان انا واللي بنتكلم بينا شاشه بس، فانا لا هوصله ولا هو هيوصل لي، فما ضايقش نفسي يعني. مين اقرب بلوجر ليكي او يعتبر صاحبه عمر؟ عندي بلوج، انا ما عنديش حد قوي عشان انا الحمد لله حواليا ناس، سلمى عبد العظيم، ناديه الخولي، احلام، علا، امل، كلهم صحابي جدا الحمد لله. كلهم صحابي جدا جدا. لو جه وقت وتسبتي السوشيال ميديا خالص ممكن تشتغل؟ ممكن اشتغل في الاعلانات، بحب الاعلانات قوي وبحب الميديا عامه، مش عارفه اشتغل ايه، بس حطوني هشتغل يعني، هتلاقوني باجي معاك على طول. اتعرض عليكي انك تخشي التمثيل؟ هتخشي؟ اخش ما اخشش ليه؟ اقول لا. طالما يعني طالما انا اوريدي محافظه على الحاجات اللي انا ظاهره بيها، الحاجات اللي هي مبادئ بالنسبه لي، فخلاص ما عنديش مشكله. لو في كومنت جالك قلتي لا لازم ارد ولازم اخد رياكشن، بيبقى كومنت ناحيه ايه مثلا؟ هل اهلك، هل حد ابنك او بنتي؟ ناحيه بنتي. لو انا عادي، لو جوزي عادي، لكن لو ناحيه بنتي ببقى بقى خلاص ارد يعني، ارد بقى خط احمر يعني. انت تشوف ايه تاني؟ ده شقايه وتعبي، ده ما حدش يجي جنبه. ايه نورتيني حبيبتي، ورزيلي. شكرا والله، تسلمي لي حبيبتي، باي باي.